Hello, Algeria. انا وئام اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح يكون شيء مميز جدا 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 جايز، لاني انا وين رايحه؟ رايحه للجزائر. اللي بيتابعني اوريدي من زمان بيعرف حبي الشديد للجزائر، ومو مصدقه انه انا اصلا رايحه لهناك، بس مو سياحه للاسف الشديد. كتير كتير مبسوطه اني انا رايحه للجزائر، وخاصه اني رايحه بر مو بالطياره، ففيني اشوف الحدود الجزائريه التونسيه. انا اصلا كتير 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 متحمسه لهذا المشهد. وئام، ليش رايحه وشو عندك هناك؟ اوكي، انا رايحه لاحضر المؤتمر العالمي للتطوع، وانا رايحه مع مجموعه من اصدقائي نمثل تونس في هذا المؤتمر، وبنفس الوقت رح نحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة، وممكن لو كان في عندي وقت رح روح لبجاية. وبس والله جايز كتير متحمسة أشوف الشبه ما بين الجزائر وتونس، لأنه الجزائر بالنسبة لنا كتونسيين وأنا كوئام هي جزء من تونس، يعني بنحس أنه الجزائر كأنها ولاية تبع تونس. هم أولاد العم، الدم تبعنا اختلط من أيام سقيط سيدي يوسف. بين حبك يا الجزائر، مستعدين لهي المغامرة؟ يلا نروح. جايز احنا حاليا وصلنا لتوزر، رح نتغدى هون ونستريح وبعدين نطلع للجزائر. هلا والله. ايش فيكم؟ علاش خرجتوا؟ ما فيش نو. اوكي، سيروا امامي، سيروا. لا 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 لا. وانا هنسى انسى اللي عملته. نو بيتزا لا، ما نكرهش. حبيش بيتزا؟ للدرجة؟ للدرجة دي؟ ترى ترى. So guys، أنا ما لقيت الشيء اللي بديه، ما في. حبيت أومليت، بس شو رح نختار؟ ما بعرف. فاروق en train de manger. صحة صحة. فردوس التقطه في السيلفي، ابتسمي، نعم الى الاعلى، الزاوية غير مناسب، اسفل. بقت في معاك؟ اوه انا مش فايقه. او ذاتس مي. احنا تو وصلنا الحدود التونسيه ودخلنا الحدود الجزائريه. هذه معناها الصحراء الجزائرية مش هكا؟ وقديش من ساعة باش نوصلوا للبلاصة الأخرى؟ 10 سوايع. لا عاد 20 كيلو من هنا. 120 مش بعيدة برشا. 20 كيلو من هنا 90 كيلو تكون. معناها بس 200 يا أخي مازال. واخيرا وصلنا للجزائر. اكشلي احنا لسه يعني فضنا هاي الحدود بشوي، ولسه على الطريق لنوصل لتوغرت، هيك الاسم صح؟ اي اوكي، ثانك يو جايز. شايفين التعب جايز؟ شايفين يوم كامل حتى اخيرا وصلنا. زغرت يا انشراح، وتعالي ننسى اللي راح. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، والله تعب يا جماعه، تعب 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 تعب. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows? تيد زيري هذا هايت. أول مرة التيد زيري. كيف متاعنا؟ إيه كيف التيد التونسي؟ الشيء الجزائري نفسه هو الشيء التونسي. أعطوني شوي. زرب الكاكاو؟ ملح كاكاوية هذي؟ اه كاكاوية تونسية. هم انا يقول لك كاكاو. كاكاو يقولوا لها؟ اه. هذاك المضر ليها؟
نفسي يعطيك صحة. وباردة طلعت هنس هاي فيها سخونة عرفت فك الكهرباء ايه لا كلمان كما كنت في الطوموبيل كان مفسك التجارة لا برد الحال خاطر ما فهميش تعدد الزوجات ايه احنا تربينا عادي انتم تربيتوا على انه ما كانش تعدد الزوجات صحيح وري الاجيال اللي موجودة ده ومعناها ما شافوش حتى مرة تعدد الزوجات مش حتى في التربية حتى في القانون اي اما احنا خاطرنا تعودنا بالحاجة هذي ولفتوا اي سبه نورمال انه واحد كان واحد تونسي معناه يخو مرأة اخرى مش في خبري كان لا القانون ما يسمحش ما يسمحش والمرأة التونسية ما تسمحش اصلا حتى واحدة ما تقبلها بالحق كان احنا ما عندناش تعدد الزوجات في المغرب زادة في بالي مش عندهم تعدد شفت كيفاش انتم ولبنان زاد عندهم ولبنان عندهم تعدد راهم مستهدينكم من الزاد تاعكم على يعني انتفضوا شويه ديروا مظاهره عملوا مظاهره يقولوا التعدد لكن نسبه النساء اكثر من نسبه الرجال برك في تونس هذاك علاش يسمي سن تعدد الزوجات هذاك علاش تعدد الزوجات ولا والله فما برشا رجال ضد التعدد في تونس اي ثم رجال ضد يعملوا التعدد بصح بمرتهم شادش كبير طول لا المرأة التونسية في هذه كل شيء الا حكاية تعدد الزوجات هذا خط احمر لا ما تلعبلهاش اي والله جبت لها عدل ما تلعبلهاش حساس فور اكزامبل ما تظنهاش هيا راجلها وش يدير واش يدير العمر ويبعد هكذاك اي هي ثم حالات والله فما رجال في داير اما رائع تلقاه مرة على الاخر نعرف اكثر من 30 سنة ما عندهمش صغار وما قاعدين غير على جال القانون هذا جال القانون هذا شنو القانون يا راجل والله حتى انا والله نشكي طول عيني مغمضه ساعدوا من بعد نمشي نشكي كبير ساعدوا تنتقم منه لازم خيانه يا عيني عينك يخون فيا حي عليك ونسكت له متزوج علاه يخون فيك متزوج ومن ورايا لا مش مكبلو ساعدوا بركه انا السيف النهار اللي ولدت فيه هربت عليه مسكين مالا لو كان نلقاه ذوك نقول له رد بالك راهي باش تكون بالساعة حتى نلقيه الساعة يعني نلقاه انا الساعة نقول له فهمتي من بعد انت يجيك واجد رد بالك راهي باش تكون بالساعة يا ولدك جايز هاي هي غرفتنا راح اتقسمها انا وفردوس صديقتي بدي افرجيكم البلكون بسم الله احنا في مدينة توغورت تابعة لمحافظة او ولاية ورقلة تقريبا هيك يس ورقلة هون ندخل نفوت لغرفتنا هذاك المكتب فيني هناك سوي الاديتنج تبعي تلفزيون وهي هون الخزانة الحمام يا عيني يا ليلي تراتتا حاول انه هلا اسوي الايديتنج تبع الفيديو ما بعرف اذا رح ينزل لكم اصلا فيديو او لا لانه رح اكون اكشلي مشغوله او بكون ما بتكون يعني موجوده نت لكن رح احاول انه يكون يوم الجمعه في فيديو اذا ما في ما برجع على تونس بشوف كيف رح يكون الوضع هلا نتعشى هي هز كبوتك سو جايز احنا نازلين هلا نتعشى يلا هز فراس وي اجعلني لغتي وجحش يروح يفتحها وحده لا تصوصو فما نص نصر يفجع عادش تهرد جاب خضة ما الحريرة هي الشربة رد بركة اثنين هاني قلت لك شربة هذه شربة هذه مش حريرة معناها عندكم الشربة وعندكم الحريرة الحريرة خاطي حريرة هذه جنة ليه ما نكملوش هذا فريك هذا بس خلصنا العشاء وحكينا مع الجماعة كتير مسوقين ودمهم خفيف عيا بالسلامة اخويا ليلتك زينة باي باي الى النوم فالنوم جميل مش شكون يسمع فيه وانا مقلق في الناس اللي بعتقد انه الجزء الاول من هذا الفلوج راح ينتهي هون وبكره في كثير مفاجات حلوه ان شاء الله وراح نروح نزور منطقه تاغورت سو جايز هون انا راح انهي الفلوج دير بالك مع حالكم مع احلامكم مع قلوبكم نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم اند بيس سلامه باي باي
انسى اللي عملته في حق قلبي يوم ما انت فما بس السر يرجع معلش ترك يا هبط وين نطلع في الفيديو علي نحسب فرداس عم تضحك وعم تضحكني بليز شو كن يسمع فيها وانا مقلق في الناس حاسيلو جايز حاسيلو انا مقلق في الناس سو جايز هون انا رح انهي الفلوج بنلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم دير بالكم الله في الفيديو القادم بربي اسكت بس خلينا ننهي ديروا بالكم على حالكم وعلى اوكي ديروا بالكم على حالكم وعقلكم وعلى الظلام ديروا بالكم على لا حزه وي ايه مش بيل سن كرزون 1 eternity later لطف لطف ديروا بالكم على ديروا بالكم على اسكت بس